أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. ولهذا بكى الإمام عليه لما طلب من أحد الصحابة النجوى القرآن حتى بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى رسول الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد من أمم يشهدون على التبليغ وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. ينبغي لنا أن نستعان فيما يسر قلب نبينا اللهم صل عليه وما تحصل به الشهادة المرضية الشهادة الحسنة لنا عند نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. ولا يكون ذلك إلا إذا عملنا ما يجب منا إلى الله وإلى رسوله، فتحببنا إلى الله ورسوله، فتحببنا إلى علمائنا وصلحائنا، والشهادة تكون على بذل المشهود به وعلى بذل الشاهد وعلى بذل المشهود. فشهادتنا لشهادة النبي لنا هي شهادة لنا بالصلاح، فلا يشهد علينا إلا إذا كنا صالحين وإذا كنا أهل للشهادة. هؤلاء الذين يعني يثقل عليهم ذكره صلوات الله وسلامه عليه أو الصلاة عليه سبق وشهد عليهم ذلك الشيء، لا يشهدونهم إلا بما ما عملوا وما فعلوا. وقد كان ذلك في يوم القيامة عندما يوحى بأقوام إلى الحوض أو من النبي اللهم صل على الكوثر ليشربوا منه فتذوبهم الملائكة تتوبهم عنه. يقول هؤلاء من أمتي يريدون أن يشربوا من حوض الكوثر فتذوبهم الملائكة. يقول أمتي، يقول نعم، لكنك من لا تدري ماذا يحدث بعدك. هؤلاء الذين يكتبكم الناس عن الصلاة على النبي الله صلى الله عليه وسلم، يا أسفا، يا أسفا على هؤلاء. رسول الله شهيد علينا، حريص علينا وكليف بنا وشفاعته لنا وشهادتنا لهم بسببه، ومع ذلك نحن لا 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 نحترمه ولا نقوم بالمقام اللائق صلوات الله وسلامه عليه. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.